ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره. ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه ومالي وأهلي وولدي لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا، فبخن كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين. حصن نفسك بأذكار الصباح، اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل. يا حي يا حي، الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء. يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا وتعلم أن قوتك كلها بيد الله جل جلاله، فتقول يا رب إني أستغيث بك وأستجير، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب؟ قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء.